الفرق ما بين هذا المقعد وذاك هذا المقعد ده اسهل، ده اسهل. اه طبعا. آه. انت هنا اللي بتسال، انت اللي بتحاسب، هنا بتتحاسب يعني. آه. انا عندي مشكله لما بكون ضيف. آه. انا صريح زياده عن اللازم بالظبط، فاحيانا بحاول اجمل عشان ما ابقاش كذاب، لكن يغلب طبيعي يعني، يغلب عليا الصراحه يعني. فلما بيسالني بجاوب، فالاجابات الصريحه احيانا بتزعل واحيانا بتغضب يعني. فرغم ان انا اشتغلت بالعمل السياسي، لكن احيانا افتقد الى او افتقر الى الدبلوماسيه. في بعض الردود. لكن وانت مذيع انت بتسال، والضيف بقى حر، وانت وجدعانتك بقى بتعرف تطلع منه ولا تطلع منه ولا لا. وانت مذيع بالنسبه لي اسهل، لانه احنا كمان عشان في الملعب فحافظين القصه والاتيتيود، بالنسبه لنا بيبقى سهل يعني. تعرف اتيتيود الضيف اللي قدامك، تعرف تطلع منه.